من نمشيو للجماعه، نمشيو للقياده، نمشيو للبشويه، نجيو للعماله، باش نتنازلوا عليه حقنا، ما غاديش نتنازلوا عليه. ديك الهضره اللي كيقولوا لنا بغينا نعرفوا الحقيقه ديال الدار، ساكنين فيها ثلاثه د الناس واستافدوا بثلاثه د الناس، وكاينه الدار ساكنين فيها جوج الناس، وهاد الحاله كاينه فين ما مشيتي. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. حنا مساكنه طمزميز، انا كنهضر على كل شيء، يعني تنوب على الجميع. حنا 4 شهور ونص وحنا في المعاناه، وراكم شفتوا البرد ديال البارح اش دوز علينا. يعني كاينين الناس كبار، كاينين الناس صغار، كاينين الناس فاتحين، كاينين الناس مرض. حنا دابا كنهضروا غير على الدعم المباشر، ما كنهضروش على باش غادي نبنيو. حنا دابا اعطونا غير الدعم المباشر اللي خرج لنا سيدنا وعاش الملك. حنا بغينا غير ديوا فينا واحد الالتفاته، واحد الالتفاته فينا. حنا ساكنه طمزميز، راه حنا مقهورين ومضرورين 4 شهور ونص، ما عندنا خدمه، ما عندنا ما نديرو، ما عندنا يعني مورد باش يدخل لنا شي حاجه، ما عندنا حتى حاجه، ما كندير والو. حتى داكشي اللي كانوا كيجيبوا لنا راه كلشي توقف، حتى حاجه ما كتوصلناش. الله يجازيكم بخير وعاش الملك. وكنهضر على الساكنه كامله، كلشي مضرور. اللي شد راه كثر من داكشي اللي ما شدش، يعني اللي ما شد هما اللي كثر من الاخرين. وعني وحنا راه سكننا كاع في الباشا، وسكننا عند الباشا، وسكننا فتحنا وغرب الله، ومشينا للولايه وتقينا جميع الابواب. ودابا كنتمنوا منكم واحد الالتفاته، تلفتوا فينا وتشوفوا فينا حنا كساكنه، راه حنا مقهورين ومضرورين. الله يسهل عليكم، الله يرحم الوالدين وعاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنحيي من هذا المنبر الناس ديال هذه القناه المحليه، هي الاولى. وكنحيي الناس اللي وقفوا متضامنين معنا في الفاجعه ديال الثامن من شتنبر 2023. واش اللي المضرورين يعني كنقولوا الحاجه اللي ضرنا بمعنى الكلمه بكل اريحيه وبكل شفافيه. أربعة شهور هذه فايت علينا من الجحيم ليلا ونهارا، ماديا ومعنويا. كنباتوا نفكروا، كنضلوا نخموا ما مصير ساكنة طمزميز من هذه الفاجعة. وكنطلبوا من هذا المنبر المحلي، كنطلبوا من سيدنا صاحب الجلالة إنصاف هذه الساكنة إنصاف هذه الساكنة باش كلهم، أنا كنقول كلهم بدون استثناء، يتصلوا بالدعم الاستعجالي المباشر، لأنه هو الحل وهو السبيل الوحيد لفك بفك ما يناهز 90% من مشاكل هذه الساكنة المحلية. وشكرا. ناقشوا الهموم والاشكالات اللي كاينه في حد الساعه ديال منطقه طمزميز المنكوبه، اللي شهدت واحد التهميش وواحد الاقصاء من طرف المسؤولين من الناحيه الماديه ومن الناحيه الاقتصاديه. ولحد الساعه كنطرحوا كامل في مطلبي للناس المسؤولين بتعميم الدعم الاستعجالي المباشر لجميع أرباب الأسر القاطنة بطمزميز، وفي إطار ملفات أخرى غادي ندخلوها إن شاء الله كشكل نضالي بالنسبة من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الثقافية أو الناحية الاجتماعية أو من الناحية السوسيو نفسانية. وشكرا للمنابر الإعلامية على التغطية وعلى المجهودات وعلى الوقت اللي عطونا باش يعاونوا ويحسوا يوصلوا للرأي العام الهموم والإشكالات ديال ساكنة طمزميز. وشكرا.